المهندس مازن الغراوي، عضو مكتب تنفيذي محافظة دمشق. اليوم هو العمل عمل تطوعي، عمل تشاركي بين محافظة دمشق وبين مصنع شباب سوريا، هي احدى المؤسسات اللي بتشتغل بالعمل الاجتماعي والعمل الانساني والعمل الخدمي المؤازر للدولة بشكل عام ولمحافظة دمشق. العمل اليوم حاولنا يكون مختلف، انه ركزنا على ساحة، يعني ما اخذنا محور شارع او عدة شوارع، نحن ركزنا على مكان محدد، حاولنا ننجز اكبر قدر من الاعمال، من اعمال الاصلاحات واعمال الصيانة ضمن الامكانيات البسيطة اللي احنا المتوفرة. حاولنا ما يكون في تكلفة، وحاولنا الموضوع يكون بزمن قليل جدا، يعني نهار جمعة. نحن اليوم بلشنا عمل من الساعة تقريبا 9:30، يعني هلا ان شاء الله حوالي ساعتين زمان نكون انجزنا كل ما يمكن انجازه نحن اليوم ضمن الامكانيات البسيطه المتاحه. الاستاذه ممكن كمان تتحدث عن دور بصمه شباب سوريا. ثانيا الصباح دمشق، مؤسسه بصمه شباب سوريا. كان اليوم عنا عمل مشترك بين مؤسسه بصمه شباب سوريا ومحافظه دمشق مشكوره. كانت جهودنا يعني هي لتزيين ساحات دمشق. ابتدينا، كانت البداية من ساحة الجمارك، إن شاء الله بده يكون في عنا بعدها ننتقل لغير ساحات. كان اليوم عنا تنظيف الساحة، تقليم الحشائش بالمشاركة مع محافظة دمشق، دهان الأشجار بالكلس، دهان الأرصفة، ترميم الأرصفة لتجميل ساحاتنا. كان عملنا هو بأقل وقت ممكن، يعني زينا الساحة بأقل وقت ممكن وأقل تكلفة ممكنة. شكرا لك.